المنتخب الأولمبي يغلق صفحة مباراة مالي ويستعد لمواجهة غانا. الوطن مستخدم تذكرة حضور المباريات أصبح أسهل ووفر وقتنا. سوبر كورة مدرب غانا التعادل نتيجة عادلة أمام الكاميرون. اليوم السابع برنامج تأهيل لصادق ومنسي بعد الانضمام للأولمبي قبل 24 ساعة من البطولة. البوابة نيوز طاهر محمد يلتقط صورا مع الجماهير في استاد القاهرة. اليوم السابع المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه في استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة غانا. سوبر كورة مع اعتماد جمال ناصر ماهر تعرض لخلع في الكتف. الوطن حماية المنافسة لوغاردييه لا تملك الطعن على إلغاء العقد وكاف سيطرح الحقوق بشكل مختلف. اليوم السابع المنتخب الأولمبي وافق على استمرار طاهر ومرعي حتى نهاية البطولة بسبب الروح. الوطن مصطفى محمد يهدي الفوز على مالي لطاهر ومرعي. البوابة نيوز عمار حمدي حزين لإصابة ناصر ماهر. سوبر كورة إيفانز مانسي رجل مباراة غانا والكاميرون. البوابة نيوز شوقي غريب نجحنا في ضربة البداية وحصدنا 3 نقاط أمام فريق تقيل.